جديدة، مغامرات جديدة ومفاجآت عديدة، هادشي كله في برنامجكم أطفالنا. أكيد أصدقائي بديتو كتعودوا على فقرات البرنامج وما فيها باس نعاودو نذكركم بشنو شنا البارح. نعم أصدقائي، واخا فانكوش. وين صديقتي سونيا؟ لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله، وانت لاباس عليك؟ كلشي بخير. برافو عليك صديقتي سونيا وعلى الاصدقاء كاملين. شكرا يا فانكوش. ودابا اصدقائي غادي نبداو الفقرات ديالنا، واول فقره اللي هي تاريخ اليوم. انت تقدر تذكرني بالتاريخ ديال اليوم؟ هادشي اللي غادي نشوفو معاك ومع الاصدقاء ديالنا كاملين صديقتي سونيا. يلا نتعرفوا على تاريخ اليوم. اذا اليوم هو الثلاثاء 21 يوليوز 2020. اذا فانكوش كيف ما تعودوا الاصدقاء ديالنا غادي تعاود معايا التاريخ ديال اليوم، واخا؟ واخا انا واجد. يلا الثلاثاء 21 يوليوز 2020. برافو عليكم اصدقائي، كلكم نشاط وحيويه وهادشي اللي كيعجبني فيكم. ومن بعد ما حددنا تاريخ اليوم كنمشيو لفقره الرياضي الصغير اللي كلها حركات ونشاط وحيويه. ومن بعد كنمشيو لصيفيه اطفالنا اللي كل نهار كنكتشفوا مع صديقتنا سلوى والاصدقاء ديالها مفاجات بزاف ومعلومات بزاف. وكل اسبوع فانكوش غادي نكونوا معها في مدينه مغربيه مع اصدقاء جداد. ومن بعد غادي ندوزوا من ميرفيو دو افيك نوتخو امي سعاد. وكنختموا الحلقه ديالنا بالنشيد اللي كيكون مرافقنا طيله الاسبوع، وهذا الاسبوع اختارينا لكم اون سوغي فيرت كي كوري دون ليرب اللي فانكوش والاصدقاء ديالنا غادي يحفظوها معنا. انا بعدا بديت كنحفظ فيه. ودابا فانكوش اول فقره غادي ندوزو ليها واللي هي الرياضي الصغير. يلا هو معايا. كتعجبني بعدا هاد الفقره بزاف. اطفالنا. اذا اصدقائي فقره الحركات والرياضه. فانكوش معايا صديقتي سونيا. الاصدقاء ديالنا طلبوا منك واحد الطليبه. خاصني غير نكون قاد عليها وما نخسرش لهم خاطرهم. قالوا ليك بغاو يعاودوا يسمعوا داك النشيد اللي غنيتي ديك النهار اللي فيها ذكروني بها اصدقائي. اشرقت شمس هذاك فانكوش. واخا نعاودوا ولكن بشرط. شنو هو؟ الا درتو انا مره تغنيو معايا المره الثانيه. واش بان لكم اصدقائي؟ يلا فانكوش غادي يحفظوا لينا. واخا مرحبا. يلا اشرقت شمسنا على برنامجنا ترسل الينا باشعتها خيوط مرسوم عليها مكتوب صباح سعيد صباح سعيد على الاطفال ديالنا كاملين. برافو فانكوش. اذا اصدقائي غادي فين غادا فانكوش غادي ندير اللعبه. هي قلت لكم غادي تغنيو معايا انت والاصدقاء. نسينا فانكوش. يلا غنيو معايا. يلا اصدقائي غنيو مع فانكوش. اشرقت شمسنا على برنامجنا ترسل الينا باشعتها خيوط مرسوم عليها مكتوب صباح سعيد صباح سعيد. عليك انت والاصدقاء ديالنا كاملين. شكرا يا فانكوش وشكرا على هذه الاغنيه، ومره مره تبقى تعاود لينا باش نحفظوها مزيان واخا. صافي سونيا. شكرا فانكوش. ودابا قبل ما ندوزو اللعبه ونشرحها لكم كيف ما العاده غادي نقومو بحركات سخينيه ومن بعد نلعبو ونشطو ونضحكو مجموعين. يبي نزلي الحركات الرياضيه. يلا فانكوش. شنو غادي عاوتاني نكون مدرب ديالك؟ لا ما غادي تكون مدرب ديالي، ما غادي نكون مدربه ديالك، بجوجنا غادي نديرو الحركات الرياضيه. صافي انا مسعد. يلا فانكوش. والاصدقاء ديالنا مساعدين. قالوا لك مساعدين فانكوش. برافو عليهم. يلا فانكوش غادي نديرو رجلاتنا بحال هكذا. ها هما ياك، وغادي نهبطو ونطلعو واخا. برافو نهبطو ونطلعو بحال هكذا كفانكوش، وغادي نحسبو حتى العشرة. يلا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة
سبعة ثمانية تسعود عشرة. وما نساوش أصدقائي شهيق زفير باش نسترخوا مزيان ونكونوا مستعدين للحركة الموالية. ودابا فنكوش غادي نقوم بواحد الحركة قال لي فنكوش قبيلة، راه أصدقائي عنده مع الحركات غير بعض المرات كيبقى يتكاسل علينا. ياك فنكوش الحركة ديال واحد جوج. واخا فنكوش يلا، واحد جوج ثلاثة، واحد جوج يلا فنكوش، ثلاثة أربعة خمسة يلا أصدقائي، ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة. برافو فنكوش. ودابا أصدقائي غادي نخدمو شوية جنيبات ديالنا. لا 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 لا، شنو فنكوش؟ غادي نديرو شهيق زفير. برافو عليك فنكوش، كتعجبني يا فنكوش فاش كتكون فايق معايا. يلا أصدقائي شهيق زفير. ودابا فنكوش شنو غادي نديرو؟ نمشيو للحركة الثالثة. الحركة الثالثة واللي غادي نخدمو فيها الجنيبات ديالنا. واحد. يلا أصدقائي مستعدين؟ يلا، واحد واحد جوج فنكوش، ثلاثة كدير الحركات معايا تانتا ياك؟ وأنا كندير الحركات، سولي الأصدقاء ديالنا. يلا، أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية سعود عشرة. برافو الأصدقاء ديالي. ودابا غادي ندوزو للجنب الآخر. لا 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 عاوتاني، وليتي كتنساي بزاف. وفا فنكوش راه قلت نديرو هاد الجنب وديرو الجنب الآخر ودير شهيق زفير، راه نسيت. صافي هاد المرة أنا اللي نسيت، أنا اللي نسيت. يلا فنكوش ماشي مشكل. واحد واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة. شهيق زفير أمالك يا فنكوش. واش عييتي عاوتاني ولا مالك؟ شوية شوية. داكشي علاش كتبقى تقول لي أنا غادي نكون المدرب ديالك وأنا هو البطل وأنا هو الرياضي وأنا عندي كأس العالم ديال الفناكش ولا ما عرفت شنو، وأنت غير باش تهرب على الرياضة فنكوش؟ لا لا لا، أنا غير ضحكت معاك، غير بغيت ندير فيها سخفان. أنت دابا ما سخفانش. لا لا. يلا أصدقائي من بعد ما قمنا بحركات سخنية غادي ندوزو لعبة ديالنا واللي هي لعبة البولينغ. كيفاش؟ الكويرات فينا هما؟ راه هما فنكوش؟ ها عطيني دوك الكرات ولا شوف شو زربان فنكوش، زربان بلاتي. غادي نعاودو، غادي نحطوها هنا ياك، وغادي نشرح للاصدقاء ديالنا اللعبه. ودابا غادي تبدا انت الاول. اذا اصدقائي كيف ما كتشوفوا هاد القرعات محطوطين هنايا، وهادوك جوج كرات اللي حدا فنكوش غادي ناخذ وحده فيهم، ومن هنا غادي اللوحه وغادي نشوف شحال من مره قدرت نطيح هاد القريعات. المرة الأولى نقدر ما نطيح حتى وحدة، المرة الثانية نقدر نطيح جوج، نقدر نطيح ثلاثة. احنا غادي نشوفوا كيفاش غادي نلعبوا اللعبة، وحتى نتوما أصدقائي غادي نبغيكم في المنازل ديالكم تلعبوها. فنكوش؟ نعم غنبدا أنا الأول. داكشي اللي جاية نقول لك، غادي تبدا أنت الأول. يلا فنكوش ركز مزيان، ها هما القريعات، وغادي تاخذ كرة وغادي تلوحها أيها البطل. يلا فنكوش. الله ضربت الكواري بجوج. فنكوش شفتي القراعي فين؟ صافي صافي. وشفتي الكرة فين؟ ما تقولي والو، الأصدقاء ديالنا. الأصدقاء ديالنا شافوا كل شيء فنكوش. ولكن كيف ما كنقول لهم فنكوش ديما، ماشي مشكل أننا نربحوا، المهم هو أننا نلعبوا ونضحكوا وندوزوا وقت زوين. يلا فنكوش أهما الكرات عندي، صافي نبداو. يلا وفين هما التشجيعات ديالك؟ ما نحسب لك وما تحسبش ليا، شجعني. اش بغيت بالحساب دابا؟ علي سونيا، علي سونيا فنكوش. بابا طيحتي ثلاثة. لا تا فنكوش، اجي نحسبوهم مع الأصدقاء ديالنا فنكوش. يلا
واحد جوج ثلاثة. إذا أصدقائي أنتم شحال طيحتوا من وحدة؟ برافو عليكم أصدقائي. ودابا أصدقائي غادي نعاودوا نلعبوا ونشوفوا شحال غادي نطيح من قرعة. يلا حتى نتوما معايا فانكوش. الله سونيا هكذاك راه يلا غادي نقول لك الا ما شجعتينيش راه ما غادي نطيح حتى قرعة. لا 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 ما غادي نشجع. يلا الله سونيا الله سونيا جوج فانكوش. برافو عليك برافو عليك سونيا انت واعره بزاف عرفتي كي درتي لها درتي لها هوبا هوبا تجيبي ثلاثة واو 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 شحال واعره انت. لا واقيلا ما قديتهاش مزيان فانكوش كانوا بحال هكا صافي. اذا فانكوش دابا غادي نديروا المحاولة الثالثة. قبيلة طيح ثلاثة دابا طيحت جوج في نظرك شحال غنطيح في هاد الاخرى؟ سونيا انا كنتحداك دابا. علاش كيفاش غتحداني؟ الا طيحتي خمسة غدا نجي محيد هاد الشهر كله. واش كون كيهضر بحال انت طيحتي وحده بعدا انت ما طيحتي حتى وحده. وانا ما طيحتش وكنتحداك. يلا يلا فنكوش يلا واحد تشجيعات فنكوش. ما خصنيش نشجعك دابا بغيتيني نقطع شعري؟ بغيتيني نخسر؟ بغيتيني نخسر فانكوش ياك؟ بغيتك تخسري برك بغيتي تقطع شعري شعري راه زوين. هذه هي الصدقه فانكوش ياك؟ والصدقه هي تقطعي لي شعري. صافي فانكوش ماشي مشكل انا غادي نخسر وما غنطيحهمش بخمسه باش يبقى عندك داك الشعر. يلا واحد جوج ثلاثه وغادي نشجع راسي. الي سونيا الي الي سونيا الي. قلت لك بغيت تقطع لي شعري شعرك انا ساليت فانكوش من الضحك. صافي صافي واصلا بلا هذا التحدي راه خاصك تقطع هذاك الشعر حيت كيبقى يهبط لك على عينيك وماشي مزيانه فانكوش. شعري هذا وما سخكش فيه. اذا اصدقائي من بعد ما لعبنا واستمتعنا وضحكنا مجموعين كيف قلت لكم قبيله كنتمنى هاد اللعبه ديروها في المنازل ديالكم واخا ما يكونش معكم فانكوش ولكن ماشي مشكل غير تخيلوا معكم وكيشجعكم ياك فانكوش. ودابا اصدقائي غادي ندوزو الفقره المواليه فقره صيفيات اطفالنا مع صديقتنا سلوى. سلوى صباح الخير. صباح الخير سونيا صباح الخير فانكوش. غير قولي لي سلوى كيفاش دايرين مع هاد الحراره؟ كاين الصاد بزاف ولكن البارح الاطفال ديال المنطقه بقاو متحمسين وناشطين. اجي كنظن انكم مازالين في برشيد. مازال سونيا حنا في اقليم برشيد وقافله صيفيه اطفالنا مازال عندها لكم بزاف ديال المفاجات. كيف ما شفتوا معنا البارح هند حكت لنا واحد الحكايه زوينه كذلك قمنا بحركات رياضيه مع اصدقائنا الاطفال وغنينا مع بعضياتنا وقضينا لحظات ما تنساش. فعلا سلوى كيف ديما كنستمتع معكم وكتجيبوا لنا معلومات جد مفيده ياك فانكوش. استمتعنا بزاف واستمتعنا من المعلومات اللي قدمتوا لنا. واليوم شنو البرنامج ديالكم؟ حنا باقيين بدوار اللوطي هاد المنطقه اللي معروفه بالفلاحه وتربيه المواشي داكشي علاش النشاط ديالنا غيكون متعلق بالزراعه. استمتعنا بزاف واستفدنا من المعلومات اللي قدمتوا لنا. واليوم شنو البرنامج ديالكم؟ لا لا فانكوش ما غاديش نقول لك الا بغيتي تعرف غادي تمشي معايا لتحق باصدقائي اللي كيتسناوني مع علي واكرام. صباح الخير عليكم. صباح الخير. صباح الخير عليكم. صباح الخير. لا 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 ناس صباح الخير بعدا نتوما. صباح الخير سيوا. ارتاحيتو؟ ارتاحينا. انتوما نسمع صباح الخير عليكم. صباح الخير. والو ناس جبتوا لي الناس مشيو نسو. صباح الخير عليكم. يلا سمعوا الزيت عاودوها. صباح الخير عليكم. صباح الخير. عشان مزيان. صافي ونشطهم ضروري يعني شنو كتقترح النشاط؟ نديرو شي حركات رياضيه باش نفيقوا شويه. لا 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 بارك الله. صافي نمشيو يلا نعاودوا. ماذا يقول الجرس؟ يلا مزيان يلا كلشي يتحرك بلاصته يلا 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 كلشي يتحرك. يلا 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 شوف كلشي كيتحرك. يلا يوسف يلا دعاء برافو دعاء. يلا 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 مزيان يلا نقصف بلاصته 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 بلاصته. يلا بلاص 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 زيان زيان يلا الكفاف 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 يلا يزيد ديك الفوق هاك
زيد 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 جبد جبد تكسلو مزيان زيد برافو سيبو زيد 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 يلا جم شويه ليمن 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 مزيان نعاودو الناس يلا تجبدو تكسلو مزيان تكسلو مزيان طلاق 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 يلا مزيان طلاق يديك طلاق يديك طلاق يديك طلاق يديك طلاق لا ورتاح عاوتاني واحد شويه صايق زافير فردوس كي صبحتي مزيان هاكا كنت محمد بنت اللي رفقتي ناشط محمد عشت مزيان عايش نسي صفقوا على راسكم تبارك الله عليكم ودابا عندي لكم واحد النشاط زوين غادي نمشي ونكتشفوا واحد النبته تنصربوها في واحد الحاجه كل صباح ديما في النهار شنايا غاو اتاي الماء وشنو ايه هادي النبته كنصايبو بها اتاي شنو كنصايبو بها اتاي شنايا اللي كنصايبو بها اتاي عرفتوا شنايا هاد النبته اتاي نانا صفقوا على محمد هي شنو نانا ايه دابا حنا غادي نمشيو نشوفو فين كيكون النعناع باش حنا نقطفوه ونصايبو اتاي حنايا بغيتو نصايبو حتى حنا اتاي يلا نمشيو نصايبو اتاي يلا نمشيو كاملين يلا يدي يدي باو يلا السلام عليكم اسيدي عليكم السلام ورحمه الله احنا جينا عندك اليوم انا واصدقائي باش ناخذوا من عندك شويه النعناع نمشيو عند الاصدقاء اللي كيتسناونا باش نصايبوا اتاي مرحبا بكم انا مرحبا بكم كاكا كيتو عمي بغينا تقول لنا شنو سميت هذا النعناع النعناع سميته البروج وباش كيتميز على النعناع الاخر العادي كاين تميم من المنطقه ديال البروج نوع واحد ديال السطات وجا دابا انتشر في هذه المناطق عندنا هنا بولاد سعيد العلاليش ولاد صامد ليساسفه هنا بهذه المنطقه معروفه بليساسفه ولاد صامد وحنا كنديروا هذا الشيء ديال التصدير وكنراعيو الشله حوايج ديال السلامه الصحيه عندنا خدامين بواحد فيش ديال لونسون هما اللي كنراعيو فيهم الشيء ديال التسمومات هو اللي كيميز هذه المنطقه هو اللي كيميز هذه المنطقه هذه المنطقه دابا معروفه بالبروج هاك حتى بالنسبه للتصدير هو الرقم واحد بالنسبه للنعناع كامل كاين مكناس كاين المانتي كاين العبدي كاين طماريس ولكن هذا بالنسبه لهذا النعناع هذا البروج هو اللي دابا حاليا في المركز الاول بالنسبه للتصدير الدول الاوروبيه شكرا سيدي كنشوف بلي الاصدقاء ديالي قاموا بالواجب وخداو النعناع ديالهم هما اللي كيحتاجوا مرحبا بكم في اي وقت وشرفتونا بهذا المجال شكرا حيت سمحتي لنا نزوروا المنطقه ديالك شكرا على النعناع اللي قدمتي لنا ودابا غنمشيو نلتحقوا بالاصدقاء ديالنا ياك باش نوجدوا اتاي شكرا لكم على هذا المجيء ومرحبا بكم في اي وقت يلا بسلامه سيدي قولوا لي باي 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 يلا يوسف سلام وفاء وعليكم السلام كي دايره لاباس عليك الحمد لله حنا رجعنا عندك ديجا في اليوم مرحبا بكم عندي كاملين بان لي البرارد هنايا يا شي براد ديال اتاي اييه انا راه وعدت الوليدات قلت لهم غنمشيو عند لاله وفاء هي اللي غادي تعلمنا نصايبو اتاي مرحبا الله يبارك فيك قولي لها دعاء نايضه دعاء باغا تعرف شنو كنديرو في اتاي يلا كنديرو في اتاي اها اتاي راه عارفه شنو هذا دعاء أتاي اها أفكار شنو آخر؟ شنو الوليدات؟ نعناع الوليدات تنتوما عارفين شنو خاصنا؟ شنو كنديرو؟ كنديرو النعناع أفكار وأتاي وحنا راه قبيلة صيفطنا الأصدقاء ديالنا يجيبو لنا النعناع مازال ما جاو؟ لا هما جاو أصدقاء ديالنا مرحبا مرحبا يلا حطوا لينا النعناع يلا ونقول لهم شكرا 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 جبتوا لينا النعناع حل هذاك وديروا فيه وديروا باب فردوس كي درتوا تجبتوا هذا النعناع الزوين فين مشيتوا مشينا الفيما وخلينا عملنا نمشيو نلقطوا باللي بدينا
بيديكم جبتوا هاد النعناع؟ فين كان؟ كان في الفيرما. في الفيرما كامل ولا كان في الارض ولا فوقها ولا لقيتوه معلق؟ لقيناه مزروع. مزروع؟ تنت عاود لي محمد تنت مشيتي معاهم؟ اه. هاي عاود لينا تنتايا. مشينا الفيرما. اها. قال لينا عمنا لقطنينا عمنا. خدنا من عدو. اها. او جينا جبناه. صافي غسلناه وتاني. اها. هذا باش نشف. اها. صافي وحنا نرجعو. وجيتو عندنا. اه. وشكرا بعدا على النعناع اللي جبتو لنا راه زوين. شنو سميتو بعدا؟ هاد النعناع اللي جبتو. سميتو النعناع البروج. البروج اه. لالا وفاء كتعرفيش حاجة على هاد النعناع البروج؟ هو اللي ديال المنطقة ديالكم؟ اه. هو اللي كتعمرو به؟ هو اللي كنعمرو به، هو اللي كيساعد بالنسبة حنا الفلاحة يعني اللي كيكونوا خارجين على برا. فهمتي تي مثلا تيحيد العطاش، فهمتي كاين بزاف ديال كاين بزاف ديال الفوائد بالنسبة لينا حنايا يعني. هاكا الوليدات بعدا غسلتوا لنا هاد النعناع باش جبتوه. صافي إذا غير نتوكلوا على الله نوريو توري لنا كيفاش نصايبوا أتاي. إن شاء الله. الوليدات شكون اللي باغي يعرف كيفاش نصايبوا أتاي؟ أنا. ما سمعت والو. صافي هكاك صافي توريهم بان لي راه باغين يعرفوا. ان شاء الله. يلا لالا وفاء شنو كنحتاجوا باش؟ كنحتاجوا الماء. اها. واتاي والسكر والنعناع. الماء راه درتو واقيلا يطيب. وي. يكون طيب؟ اه. الماء يكون طيب. بغيت نبدا. غنبداو بالماء. كنديروا اتاي في البراد وتنخويو عليه الماء طيب. وتنشلو اتاي جوج مرات صافي. اذا العالي راه المطاب واقيلا تجيبوا لينا باش نبداو. يلا صافي احنا غادي نبداو. انا حاولت نغنوت. شنو اول حاجه الوليدات قلنا غنديرو؟ اتاي. انا بغيتو ديرو انت ياسمين بغيتي ديري اتاي؟ صافي واخا تنخويو الماء. واخا يوسف شوية الماء غير شوية. غير شوية. اه. المرة الأولى. غنشلوه بحال اللي غنغسلوه. غنغسلو اتاي. غنعاودو المرة الثانية. كتشوفو. دعاء هو تيبان لها دابا يلاه شوف. شكون اللي عزيز عليه اتاي؟ أنا. صافي ونعمرو البراد دابا. نحضوه مع الغلاي راه سخون. صافي ونحطوه دابا يتشحر. صافي بلاتي دابا قبل ما نديو باش نديوهم في دقه نعطيو الوليدات تاهما يجربوا. عطي السي محمد راه قال لك بغا. هاكا عالي عطي السي محمد وهذا عطي الماء. هاكا هز. رجع الباصو. رجع الماء. ويلي. 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 إلا داروا أتاي بزاف غادي يجي قاصح. كيف جو؟ دير له الماء عالي حتى ما يشلو. عندك 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 رجع اللور شوية غير شوية. يلا شلو. يلا شلو. يلا غتغسلو اتاي. يلا خوي في الكاس. برافو. زيد المرة الثانية باش يتغسل مزيان. رجع عندك بلاتي رجع اللور. برافو. هذيك التشليله كتكب ولا تتكب؟ لا 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 تخو على برا. شوفوا صباحك يا عمر باش نعطيو لياسمين حتى هي. ياسمين فين برادك؟ يلا حليه باش يجي عندك علي هذاك الماء. صافي ستو. صافي خليها. يلا علي نشوفوا ياسمين. هكا ياسمين. دابا غادي تشحر تشحر البراد. الوليدات شكون اللي عارف شنو غادي نديرو دابا من مور ما درنا الماء هنا في الغلاي؟ سكر. انا غندير السكر. لا قبل ما نديرو السكر شنو غنديرو اسي محمد؟ نعناع. لا قبل عاد قالتها لينا.
التازيه غادي نحطوا البراد فوق البوطه باش يتشحر، عاد نحطوا نرجعوا عندنا حنا، عاد نديروا النعناع والسكر. نسيت ردوا البال غيا، حنا غادي نعاودوا نسولوكم صافي. هاكاك السي محمد. اذا دابا شنو المرحله الثانيه اللي غنديروا الوليدات؟ هو اتى يتشحر، شنو غادي نديروا دابا؟ شكون اللي عنده شي فكره؟ اذا عنده الحق ولا لا؟ شتي راه مشدد. يلا لالا وفاء نوريهم شنو يديروا. نعناع نحاول تحاولوا تاخذوا العريشات. شوفوا لنا باش تعرف شنو غدير. العريشات القدامين هيا غتعطيكم حتى نتوما ديروا النعناع. وكنديروه في البراد وكنزيدوا عليه السكر، نحاولوا ما نقويوش السكر. نص حاجه قبيله على السكر باش ما يضركمش. علاش كنديروا الماء سخون في اتاي؟ الماء طايب، علاش نديروا طايب؟ يعني الماء سخون هو ضروري، الماء بارد ما يطلعش. لا دابا الماء سخون هو اتاي، هو باش كيعطينا اللون ديال اتاي. غادي شوف الا ما درناش الماء سخون غيجي اتاي ابيض. علاش كيديروا هذاك كيديروا النعناع؟ علاش كنديروا النعناع؟ باش يجينا زوين اتاي، باش يجي زوين النعناع. تجي عنده كتعطي واحد البنه وتجي كشكوشه عزيزه عليه. عطيتيهم يديروهم النعناع في البراد ديالو؟ درتي النعناع؟ صافي النعناع بلا سكر ولا تا سكر؟ لا ما عندناش سكر. صافي ودابا صافي ما غيرجع لها البوطه لا والو؟ لا هكاك. لا يلا هزو دابا كبو اتاي، كبو اتاي. صافي يلا رجعي البراد. بركه باش يتخلط دابا باش على حساب السكر. يلا هز البراد شويه الفوق، هز 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 شويه براد. وهذاك صافي 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 بركه قبليه كيتخسكي شحال مره؟ مره جوج المرات. هيا تعطيكم اتاي شويه ودوبر المره. شنو غايدير ايوب؟ نكبو واحد شويه ونضربو هاك. باش علاش؟ علاش السي محمد؟ هانت هانت ولي حلو. باش نشوفو واش حلو ولا مسوس. يلا دقو رد علينا الخبر. حلو مزيان ومزيان ولا خايب هو حلو؟ وانت ياسمين دقي برادك ماهاش باقا ما عندك راه ثقيل عليك. هزي هزي الفوق. يلا راه خلطاته. كيزاك زوين تبارك الله عليك. صافي انتم دابا واعره اتوليو تصيبوا اتاي بوحدكم في الدار. ولكن خص يعاونكم شي واحد حيت الماء سخون عليكم والبوطه. دابا علي نكبوا ليهم يشربوا اتاي راه عزيز عليهم. اييه واش بكم اتاي؟ صافي نعاودو نجيو نصيبو مره اخرى. لا 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 مره اخرى نشوفو شي حاجه اخرى. وعاجبينكم هاد الانشطه اللي كنديرو؟ صافي ولا عزيز عليكم الماكله؟ بجوج. شكرا لالا وفاء على هاد الجليسه اللي هي زوينه في الطبيعه وعلى هاد الوقيته اللي عطيتينا من وقتك وعلى الوليدات اللي علمتيهم كيفاش يصايبوا اتاك. الوليدات ما تقولوش شكرا لخالتكم وفاء. شكرا. مرحبا بكم. مرحبا بكم اتاي. صافي اتاي راه زوين. اذا انا بعدا انا عجبني. إلا شوفوا اصدقائي الحلقه ديال اليوم ديالنا سالات، ولكن مازال غادي نتلاقاو غدا. عرفتوا علاش؟ حيت مازال عندنا بزاف د المغامرات. وما تنساوش المفاجاه هذاك زوين، وما تنساوش المفاجاه اللي مازال موجودين ليكم. وعلي كالعاده قبل ما نساليو نغنيو الاغنيه ديالنا. يلا كلشي يغني معايا. عطيوني كيسه نحطوهم. يلا كلشي يلا كلشي معايا. فرس علي ينام في الاسطبل بينما علي يزدريد في الحلوى. فجاءه فارس فسرق الفرس ثم اختبا في الغابة البعيدة. والشالالالالا هولي والشالالالالا والشالالالالا والشالالالا
فرس علي ينام في الإسطبل بينما علي يزدرد في الحلوى فجاءه فارس فسرق الفرس ثم اختبأ في الغابة البعيدة وشا لا 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 هولي وشا لا 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 وشا لا 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 وشا لا 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 يلا 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 نديرو باي 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 باي. إذا سلوى كنشكرك بزاف بزاف انت والاصدقاء اللي كيكونوا معاك، فعلا كيعجبونا الانشطه اللي كديروا ومتحمسين بزاف باش نعرفوا غدا فين غتكونوا وشنو هما الانشطه الاخرين اللي غادي تقوموا بها. عرفتي فانكوش ما كرهتش انا شي كويز داتاي بحال الاصدقاء اللي كانوا مع سلوى. انا تشهيت واحد الكاس ديال اتاي وما كرهتش سلوى والاصدقاء ديالها يصيفطوني شي كاس يكون شحار. عرفت فانكوش انا اكيده بلي الاصدقاء ديالنا وسلوى ما غاديش يبخلوا علينا بواحد جوج كويسات ديال اتاي ويكونوا مشحرين كيف تشهيتيهم. الله 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 والله ما كرهت. اي مانتونو اطفالنا اون باس تو شي نوتر امي سعاد بور ديكوفرير لا روبريك مي ميرفيو دوا. بيانفينو سعاد. ميرسي سونيا. بونجور سعاد. بونجور فانكوش. Comment vas-tu? Bah, je vais super bien, et toi? Moi aussi, merci. Tu nous as manqué. Vous aussi, Sonia, vous m'avez extrêmement manqué. En fait, Sonia, j'ai une petite question pour Fincouche. Vas-y. Oh. Dis-moi, Fincouche, aimes-tu les surprises? J'adore les surprises! Super! Et donc, j'ai une merveilleuse idée pour toi. Tu sais, chaque atelier, je vais t'apporter une devinette. Et si tu parviens à répondre à ma devinette, je t'offrirai une surprise. Oh! Alors Fincouche, es-tu prêt à répondre à la devinette d'aujourd'hui? Oui, oui. Parfait. Alors ma devinette dit: mon métier m'exige d'assurer la protection des gens, de veiller au respect des lois et au maintien de l'ordre public. Je répète ma devinette. Mon métier m'exige d'assurer la protection des gens, de veiller au respect des lois et au maintien de l'ordre public. Qui suis-je? Mon nom commence par un P. Fincouche. Non, Sonia, il ne faut pas tricher. Ah ben non, j'ai pas triché. Laisse Fincouche réfléchir. D'accord. Fincouche. Oui, oui. Ah, bah oui, bah oui. Le policier. Bravo, Fincouche, tu es magnifique, trop mignon. T'es un élève très, très brillant, tu sais. Et là, je vais te donner ta surprise. Tiens. Et voilà, un policier qui t'accompagnera tout au long de l'épisode. T'es très gentil. Tu l'as bien mérité, Fincouche. Oh, c'est mignon. Alors, Souhad, qu'est-ce que tu vas nous fabriquer aujourd'hui? Alors, les enfants, aujourd'hui, dans notre atelier Mes Merveilleux Doigts, nous allons apprendre à faire des œufs colorés. Suivez-moi. Les enfants, bienvenue dans notre atelier de bricolage Mes Merveilleux Doigts. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre à dessiner des œufs colorés. Donc pour faire les œufs colorés, j'aurai besoin d'un papier essuie-tout, une paire de ciseaux, des stylos feutres, une agrafeuse et un récipient contenant de l'eau. Donc je vais tout d'abord commencer par plier mon papier essuie-tout en deux. Et puis je prends mon stylo feutre noir qui me permettra de dessiner des œufs. Voilà.
je vais dessiner mes œufs sur la partie intérieure de mon papier essuie-tout. Et puis, je peux décorer mes œufs avec de jolis tracés, comme par exemple des cercles, des étoiles, des cœurs, des lignes brisées à l'envers et à l'endroit, et même des pans. Et le plus important, les enfants, c'est d'utiliser un maximum de couleurs. Les enfants, savez-vous comment appelle-t-on les animaux qui pondent des œufs? Oui, très bien, des ovivipares. En fait, moi, mon ovivipare préféré, c'est la poule. Oui, vous savez, la famille poule, elle est composée de la maman poule, du papa coq et du petit poussin. La famille poule vit dans le poulailler et elle se nourrit des graines, des céréales et du pain sec. Les enfants, connaissez-vous l'histoire de la poule aux œufs d'or? Je vous la raconte tout de suite. Il était une fois un vieillard tout avare qui vivait dans le village des Louvards. Le vieillard possédait une poule qui lui pondait tous les jours un œuf d'or. Le vieillard était curieux. Il voulait posséder mieux. Il crut que dans son corps, elle avait un trésor. Il la tua, l'éventra. Mais la surprise était que cette poule ressemblait à ses semblables, celle dont les œufs ne lui apportaient rien. Et comme ça, le vieillard a perdu le plus beau de son bien. Belle leçon pour les gens chiches qui sont devenus pauvres à vouloir trop tôt être riche, n'est-ce pas les enfants? Tiens, les enfants, nous allons continuer notre dessin après cette belle histoire. Alors, je vais prendre le mauve et je vais essayer de dessiner une jolie étoile. Voilà. Avec des cercles. Mais cette fois-ci, je vais utiliser le jaune. Voilà, très bien. Donc, des cercles partout. Et on peut même utiliser des pans à l'endroit. Voilà, très très bien. Et aussi des pans à l'envers. Voilà, nous allons reproduire encore de jolis dessins, mais cette fois-ci, je vais utiliser le rouge sur mon deuxième œuf. Très bien, donc qu'est-ce que vous me proposez les amis comme motif? Toujours des lignes brisées à l'endroit. Très bien, donc je commence par des lignes brisées à l'endroit. Voilà, une autre ligne brisée à l'envers. Je change de couleur. Cette fois-ci, je prends le bleu et je vais dessiner des cercles. Voilà. Et puis, le marron. Je continue avec des cœurs. Voilà. Et
puis le verre. On l'a pas utilisé le verre? Si, mais c'était un verre clair. Cette fois-ci, il s'agira d'un verre foncé. Très bien. Donc, avec mon stylo feutre vert foncé, je vais essayer de faire des pans. Voilà, des pans. Très bien. Et puis, je vais essayer de choisir une dernière couleur. Tiens, tiens, tiens. Et pour terminer, les amis, je vais utiliser mon orange pour dessiner des points. Voilà, des points partout sur mon œuf. Voilà, très bien. Donc là, j'ai terminé mes motifs à l'intérieur de mes œufs. Là, je vais replier mon papier essuie-tout et je vais essayer de faire le découpage de mes œufs. Très bien. Donc, je découpe selon le contour de mes œufs. Vous savez, les enfants, vous devez absolument essayer cette expérience chez vous. Le résultat est immédiat. Il est vraiment garanti, le résultat. Très bien, les enfants. Donc, je termine mon découpage. Et pour fixer mes œufs, je vais essayer d'agrafer tout en utilisant mon agrafeuse. Je vais mettre les chutes dans la poubelle. Voilà. Et je vais continuer le découpage de mon deuxième œuf. Voilà. J'essaye de respecter le contour de mon œuf coloré. Très bien, donc j'ai terminé mon deuxième œuf. Je jette les chutes dans la poubelle, les enfants, et non pas par terre. Voilà. Je vais agrafer mon œuf. Très bien. Donc maintenant, je vais prendre mes œufs et je vais les glisser doucement dans l'eau. Attention, les enfants. Voyons ce qui va arriver. Je glisse tout doucement. Waouh! Regardez-moi ça, les enfants. J'ai les yeux qui brillent. Waouh! C'est magique, les enfants. Les couleurs apparaissent toutes seules, comme par magie. Les amis, vous devez absolument réaliser cette expérience chez vous. Vous allez beaucoup vous en réjouir. Mais avant la fin de notre atelier, je vous ai préparé, comme toujours, une petite chansonnette. Très bien, alors chantons ensemble. Une poule sur un mur qui picore du pain dur. Picoti, picota, lève la queue et puis s'en va. Bravo les enfants, vous avez fait un excellent travail. Mes amours, notre atelier touche à sa fin. On se retrouve dans le prochain et amusez-vous bien. Ciao, ciao! Merci infiniment, Souad. Et on se voit jeudi dans la rubrique Le Petit Penseur. Goulilé, Sonia. Qui j'ai que tu connais d'y aller, Mamak? Ma عندي ما يتسالك فانكوش حمرتي لي وجهي وكيف ما قلت لك في الحلقه السابقه شي نهار غادي تقدم معايا وانا وفيت بالوعد ديالي لان من وعد وفى شكرا لك بزاف صديقتي سونيا وشكرا للاصدقاء ديالي اللي كيشجعوني وشكرا لك حتى انت فانكوش اللي ديما مفوج علينا في الحلقات ديالنا اذا اصدقائي ما سخيناش بكم ولكن الاهم اننا كندوزو وقيته زوينه مع بعضياتنا كيف شفتوا فقره الرياضي الصغير قمنا بلعبه البولينغ اللي كنتمنى انكم ديروها في المنازل ديالكم ومع صديقتنا سلوى والاصدقاء ديالها في مدينه برشيد شفنا معاهم
النعناع وكيف كتشوفوا صيفطوا لي انا وفنكوش واحد الكويس ديال اتاي مشحر معتبر دايزو الكلام. الله 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 شحال بنين. والله الا بنين فنكوش. اذا اصدقائي ومع صديقتنا سعاد في الفقره ديال ميم ميرفيو دوا شفنا معها لي زو كولوري وبهذا كنختموا البرنامج ديالنا. ولكن قبل غادي نمشيو باش نغنيو كاملين لا شانسون ديال ان سوري فيرت كي كوري دون ليرب. لا 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 يلا معنا يلا اصدقائي كلكم معايا انا وانتم وفنكوش. يلا فنكوش. La souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Bravo اصدقائي. Souris verte qui courait dans l'herbe, je la mets dans un tiroir, elle me dit qu'il fait trop noir. Ces messieurs me disent trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Bravo Vancouche. Une souris verte qui courait dans l'herbe, je la mets dans mon chapeau, elle me dit qu'il fait trop chaud. Ces messieurs me disent trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. La 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 la. Bravo Fancouche. Qui courait dans l'herbe, je la mets là dans ma main, elle me dit qu'elle va très bien. Ces messieurs me disent trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. اصدقائي غادي نعاودوها المره الثانيه باش تزيدوا تحفظوها مزيان. متفقين يا فنكوش؟ متفق معاك. يلا فنكوش بغيت نسمعك دابا ونسمع كاع الاصدقاء ديالنا. شي شطيحه فنكوش شي شطيحه. Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Bravo Fancouche, un tchadi tchika tchfod. Une souris verte qui courait dans l'herbe, je la mets dans un tiroir, elle me dit qu'il fait trop noir. Ces messieurs me disent trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Fancouche. Oui. Une souris verte qui courait dans l'herbe, je la mets dans mon chapeau, elle me dit qu'il fait trop chaud. Ces messieurs me disent trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Y'a que ma jacques ça de Fancouche. Oh bzaf. Une souris verte qui courait dans l'herbe, je la mets là dans ma main, elle me dit qu'elle va très bien. Ces messieurs me disent y'a Fancouche ma bqa walo, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. اصدقائي ما تنساوش غدا في نفس الموعد وعلى نفس القناه غادي نتلاقاو بكم انا وفنكوش برنامجكم اطفالنا. باي باي.